بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة للمهرجان جوهرة فهو أول مرة كنشارك فيه، وكيحصل لي الشرف أنني نخدم أو شارك في المهرجان ديال جوهرة، وكنتفاجأ أنني كنلقى واحد الصدى سابقني عند الجمهور اللي هو كيتواجد برا كثير وكثير جدا، ونتمنى أنني نكون عند حسن الحظ، ولا سيما أما أنا عمرني ما تلاقيت مع الجمهور ديال البير جديد، شاركت في زمور شاركت في جديدة، ولكن البير جديد عمرني ما شاركت فيه لأول مرة، فكنتمنى نكون عند حسن ظنهم، وكنتمنى أنني نعطي واحد العرض يكون جيد وكيليق بالمتفرج إن شاء الله. فبالنسبة للجديد فأنا ما كل ما يتعلق بالأغنية الشعبية الجديدة اللي كتتعلق بحاجي، فأنا كنكتفي الآن بالتشاجيل التلفزيونية عبر القناة التلفزيونية المغربية، ففين كتيح لي شي فرصة أنني نكون في شي سهرة مغربية فإلا ما كندير فيها الجديد. واش بحال هاد الجرائد ديال أحداث أنفور اللي كيجيدوا اتصالات ديالهم مع الفنان في تشجيع وتوسيع الأفكار، وكذلك توسيع الأخبار عن الفنان اللي هما كيساندونا فين ما كنا، لا في المهرجانات ولا في السهرات الفنية فين كيساندونا بزاف. فكنطلب الله أننا نكون دائما عند حسن الظن إن شاء الله. شكرا.